بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ إسماعيل عفيفي، معلم الحاسب الآلي بمتوسطة الجامعة الأهلية. إن شاء الله يا شباب سنكمل درسنا عن برامج الجداول الحسابية، وهناخد أنواع البيانات التي يمكن إدخالها إلى ورقة العمل. عاوز أعرف ايه هي انواع البيانات اللي انا اقدر يعني تكون موجودة داخل ورقة العمل. لنفترض ان انا بحاجة الى حساب المصاريف الشهرية لاحد طلاب في الشهر. اول حاجة يا شباب العنوان. العنوان هو عبارة عن نص او رمز لاجل تعريف البيانات المندرجة تحته، وهو يساعده على وضوح العمل وترتيبه. فمثلا عند النظر في الجدول البيانات كما نجد العنوان: الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع، اجمالي المصروفات. طبعا العنوان وهو ما كتب باللون الاحمر، كل هذا اللون باللون الاحمر ده اسمه عنوان. خلاص. القيم وهو ما كتب باللون الازرق، دي القيمه. يعني الاسبوع الاول مصروف مدرسي كم؟ 25 ريال. الاسبوع الثاني مصروف المدرسي خد كم؟ 30 ريال. الاسبوع التالي خد مصروف المدرسه بتاعه كام؟ 20 ريال، وهكذا. طيب بطاقه شحن الجوال، الاسبوع الاول خد 50، الاسبوع التاني خد 50، الاسبوع التالت خد 50. الملابس، دي هذا العنوان يا شباب. العنوان اللي هو باللون الاحمر واللي موجود عندي مكتوب باللون الايه؟ الاحمر. القيمه اللي هي قيمه الشيء نفسه اللي هو مكتوب باللون الازرق. الصيغ وهو ما كتب باللون الاخضر. طبعا هنعرف يعني ايه قيمه ويعني ايه صيغه والتاريخ والوقت ان شاء الله في اسفل ان شاء الله الفيديو. عندنا ان شاء الله يا شباب الوحده الخامسه القيمه، يعني ايه قيمه والصيغه والتاريخ والوقت. يبقى اول حاجه عندي في انواع البيانات التي يمكن ادخالها لورقه العمل، واحد العنوان. وقلنا العنوان ان هو عباره عن نص او رمز لاجل تعريف البيانات المندرجه تحته. القيمه، القيمه هو عباره عن بيانات عدديه وحرفيه يتعامل معها برنامج الجداول الحسابيه في اجراء العمليات الحسابيه. فمثلا عند النظر في الجدول البيانات كما في الشكل 5 5 زي ما نظرنا فوق، القيمه بتاعتي هي مثلا 25 ريال، بتبقى قيمه عدديه 25 50 120 200، دي قيمة وهي بيانات عددية تمثل قيمة المصاريف في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث وهكذا. أما الصيغة هي عبارة عن عمليات حسابية تجرى على القيم. الصيغة هي عبارة عن عمليات حسابية تجرى على القيم، اللي هي الأرقام بتاعتي اللي أنا دخلتها، أرقام الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، بعمل عملية جمع مثلا لهذه المصاريف، دي قيمة الصيغة. الصيغة صيغة الجمع، وهي مع عملية الجمع للقيم، يعني 120 زائد 60 زائد 180 زائد 70 زائد 50 زائد 25، دي عملية الصيغة، عملية جمع. أنا بعمل جمع، الضرب، طرح، اسم، وهكذا. أربعة التاريخ والوقت، ان انا اقدر ادخل التاريخ والوقت، هو عباره عن بيانات خاصه بالوقت او التاريخ، وتستخدم عندما نريد يعني ان ندخل المواعيد او لحساب ساعات العمل. فمثلا القيمه اللي موجوده قدامي 25/12/2014، الساعه بتاعتي حاليا 22:05، يعني دلوقتي الساعه 10:05 مساء، المعروضة في خلية A2 في جدول البيانات كما في الشكل 5 لـ5، هي بيانات خاصة بالوقت والتاريخ. الصيغ والدوال. الصيغ والدوال، تتميز برامج جداول الحسابية بقدرتها على تنفيذ الآلاف للعمليات الحسابية بدقة وسرعة عالية من خلال استخدام الصيغ والدوال دون تدخل المستخدم، ولا يتطلب استخدام الصيغ والدوال سوى الإلمام بالعمليات الحسابية البسيطة مع الرغبة في والحماس للتعلم. الصيغة، الصيغة كما تعلمنا سابقا عبارة عن عمليات حسابية تجرى على القيم للحصول
على الناتج المطلوبة أو النتائج المطلوبة مثل عمليات الجمع والطرح وحساب المتوسط الحسابي. وتبدأ الصيغ دائما بعلامة المساواة يساوي، يعني قبل ما اكتب أي شيء بروح في الخلية وأنشط الخلية بضغط عليها، بعد ما أعمل عملية تنشيط وأكتب للخلية بأضغط يساوي من لوحة المفاتيح حتى يتم تمييزها على أنها معادلة. أنا بكتب يساوي عشان أقول له إن الشيء اللي هيكتب هيكون معادلة، يعني هيكون قيمة صيغة رقمية، رقم هيكتب وهيتعمل له صيغة سواء صيغة جمع أو طرح أو ضرب أو حساب متوسط أو حساب أعلى قيمة أو أقل قيمة. يبقى بكتب يساوي حتى يتم تمييزها على أنها معادلة رياضية وليست نصية. مثل هذا الجزئي، أنا دلوقتي جيت في الخلية النشطة A3، الA3 هي الخلية النشطة، أنا بكتب فيها يساوي A1 زائد A2، يعني أنا بقول له اجمع في الخلية A3 الناتج أو القيمة اللي موجودة في الA1 والخلية A2. خلاص يا شباب؟ والجمع دوت طبعا انا بكتب علامة الزائد او علامة الجمع يساوي A1 زائد A2، يعني بعمل جمع للمجموع 5 زائد 4، يعني 5 و 4 بتساوي 9، الناتج بتاعي يساوي ايه؟ 9. اذا غيرت محتوى الخلية A1، انا جيت عند الخمسة دي و غيرت بدل القيمة 5 اللي موجودة قدامي عملتها 10، هتبقى 10 و 4 14، دايركت على طول مباشرة هتلاقي الاي 3 اتغيرت على طول، بقت المجموع بتاعي 14. طيب انا عاوز دلوقتي يا استاذ واحدة واحدة تشرح لي الخطوة دي. انا دلوقتي افتح برنامج الجداول الحسابية، كليك يمين قائمة ابدأ كافة البرامج، بذهب على المجلد اصفر اسمه مايكروسوفت اوفيس وبفتح برنامج مايكروسوفت اكسل، بفتح برنامج مايكروسوفت اكسل، بفتح معايا هذا هو برامج الجداول الحسابيه، ده برنامج الجداول الحسابيه. برنامج الجداول الحسابيه طبعا ادي الاعمده ويرمز اليها بالحروف، وعندي الصفوف ويرمز اليها بالارقام. ده العمود بوضع طولي او والصف بوضع افقي اللي هو عرض. طيب احنا قلنا مثلا الخليه A1 هنحط 10، الخليه A2 هنحط 20، الخليه A3 عايزين المجموع. عشان نكتب المجموع نعمل يساوي، بعد كده ندخل العنوان بتاع الخليه اللي هو بيقول ايه، A1 زائد A2 واضغط انتر، طلع الناتج عندي كام؟ 30. الناتج بتاعي دوت لو انا جيت عند ال A1 او ال A2 وغيرت الناتج، لو كتبت مثلا 55 وضغطت انتر، ايه اللي حصل عندي في ال A3 اللي هو المجموع بتاعي؟ نكتب هنا المجموع، ممكن نكتب هنا المجموع عشان خاطر نعرف المجموع، ممكن نلون الخليه بتاعتي المجموع عشان خاطر تكون مميزه مثلا وليكن باللون الاخضر، والخليه بتاعت القيمه بتاعتي ممكن نعملها باللون اللبني عشان خاطر نقدر نعرف الشكل بتاعي للموجود قدامي هذا. يبقى القيمه A1 وA2 انا دلوقتي جيت غيرت وليكن مثلا خليتها 11 وهنا خليتها مثلا 22، ايه اللي حصل بيه؟ بيتغير على طول مباشره. هذه هي القيمه وهذه هي الصيغه بتاعه كل قيمه. بعد كده يا شباب امثله على عمليات الحسابيه بتاعتي للعلامه، علامة الجمع، علامة الطرح، علامة الضرب، علامة القسمة، علامة النسبة المئوية، علامة الأس، دي الوظيفة وده المثال وده الناتج بتاعه لكل قيمة.
طبعا الجدول اللي موجود قدامنا ده يا شباب مهم جدا، لان هذا الجدول بيوضح ليك العلامات والوظيفة والمثال طريقة كتابتها داخل برامج الجداول الحسابية. لاحظ في الجدول السابق ان العمليات الحسابية في جداول او برامج الجداول الحسابية تبدأ من اليسار الى اليمين وليست من اليمين الى اليسار. يبقى العمليات الحسابية تبدأ من اليسار الى اليمين، وهذه احدى اهم القواعد التي يجب اتباعها عند كتابة وحساب المعدلات الرياضية. اولويات العمليات الحسابية في برامج الجداول الحسابية، عندي ترتيب الاولوية. يعني الناس هنا بقى بتاعت الرياضيات اللي هي لازم هندخل شوية عمليات رياضية، ترتيب الاولويات. اول حاجة الاقواس، ان انا بجمع الاقواس ثم اخد الاس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح. ده اسمه الترتيب الاولويات العمليات الحسابية. يبقى واحد الاقواس، اتنين الاس، تلاتة الضرب والقسمة، اربعة الجمع والطرح. الدوال، الدوال هي صيغ مصممة مسبقا داخل برامج الجداول الحسابية. صيغة مصممة مسبقا داخل الجداول الحسابية لأداء بعض العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة، يعني الاثنين سواء كانت بسيطة او سواء كانت معقدة. وبتكتب الدوال بالشكل اللي موجود قدامي دوت. عندي الدالة، السم يساوي سم، سم دي دالة، دالة جمع. وافتح قوس بعد كده A2 الى F2، الى يعني نقطتين فوق بعض اللي هي بطريقة كتابتها من لوحة المفاتيح. بضغط على مفتاح الشيفت مع حرف الكاف باللغة العربية، بضغط شيفت مع حرف الكاف عشان اقدر اعمل نقطتين فوق بعض او نقطتين رئيسيتين عشان خاطر تكون بطريقة صحيحة لحساب ناتج الجمع. هذه الطريقة صحيحة وهذه الطريقة صحيحة، ولكن هي بصيغة الدوال، ولكن هنا حساب ناتج الجمع باستخدام الصيغة اللي هي الجمع اللي هي علامة الزائد. اما هنا باجمع باستخدام الدالة، الدالة اللي هي القيمة اللي هي صيغة مصممة داخل الجداول الحسابي. ادي الجداول الحسابية، انا دلوقتي عاوز اجمع الـ A1 والـ A2. بضغط هنا مثلا واخلي الشكل بتاعي عشان خاطر نقدر نظلل. انا عايز اكبر العمود او الصف بتاعي، بقدر امسك ما بين الحروف واقدر اكبر الصفوف بتاعتي ويكون بالشكل اللي موجود قدامي دوت، واعمل كافة الحدود عشان خاطر اقدر اشوف العمليات الحسابية بتاعتي تكتب بالشكل المظبوط. طيب ممكن اكبر الشكل، ممكن اكبر اصغر، اكني بقى بتعامل مع برامج الجداول الحسابية تكبير وتصغير عشان خاطر اقدر اشوف للشكل بتاعي. باجي هنا بكتب يساوي زي ما اتعلمنا، واكتب سم اس يو اس. اول ما كتبت اس، هذه هي الدالة يا شباب، دي الدوال المسبقة او المصممة مسبقة. اول ما كتبت اس، فين سم؟ ادور على سم. لو انا عارف الكلمة بكتبها مباشرة، هذه هي سم، بضغط عليها دبل كليك عشان خاطر تكون موجودة معايا وجاهزة معايا. انا دلوقتي اول ما كتبت سم فتح لي على طول قوس، واكتب بقى عنوان الخلية. انا عاوز اجمع ايه؟ عاوز اجمع الـ A1 والـ A2. يبقى A1 الى شيفت كاف نقطتين رأسيتين الى A2، ثم اعمل عملية اقفال الايه القوس، شيفت زيرو وشيفت تسعة. شيفت تسعة يفتح، شيفت زيرو يقفل. شيفت تسعة يفتح قوس، شيفت زيرو يقفل القوس، واضغط انتر. ايش اللي صار يا شباب؟ اداني الناتج بطريقة صحيحة 33 وهنا 33. طيب لو انا غيرت هنا خليتها 33، ايش اللي صار؟ هنا بقى 44 هنا 44. هنا الناتج بتاعي A يساوي بعد كده A1 بعد كده زائد A2.
بعد كده هنا الصيغة بتاعتي لما كتبت كتبت النتيجة بتاعتي هنا، هنا الصيغة بتاعتي الصحيحة، هنا الصيغة بتاعتي اللي هي الدالة، استخدام الدالة، أما هنا في استخدام الصيغة، هنا استخدام صيغة هنا استخدام الصيغة بتاعتي، وهنا استخدام الدالة بتاعتي. مرة أخرى كمان يا شباب، أنا عايز استخدم الدالة، بروح على يساوي، بعد كده بكتب الاس، ممكن أحذف أول حرفين وأكتب اس يو، يديني الدوال، هنا بيديني الدوال جاهزة على طول مباشرة، بضغط عليها دبل كليك وبضغط على انتر يديني على طول مباشرة الدالة بتاعتي. هذا الفرق بين الصيغة وهذا الفرق بين الدالة. تمام يا شباب، كفاية كده عليكم في الحصة هذا، وشكرا.